السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. درسنا اليوم إن شاء الله هو إنشاء الأشكال الهندسية المربع والمستطيل والقرص. إذا لاحظوا معي جيدا، أولا نأخذ ورقة كاملة ونتبع هذه الخطوات. أولا أطوي الورقة بحيث ينطبق الحرف المشار إليه على الحرف الآخر، ثم أخذ المقص أقص باتباع الخطوط المتقطعة، ثم أفتح الجزء الأول فأحصل على الشكل A، وأحتفظ بالجزء الثاني وأسميه الشكل B. هذا هو الجزء الذي قمت بقصه بالمقص. ننتقل الآن إلى التمرين الأول. قبل أن تنجز التمرين، أولا قم باتباع هذه الخطوات التي رأيناها، ثم قم بملء الجدول. أملأ الجدول بكتابة نعم أو لا في كل خانة مناسبة، وأكتب اسم كل شكل. الشكل A أضلاعه الأربعة متساوية نعم أو لا؟ زواياه الأربع قائمة نعم أو لا؟ الشكل B أضلاعه الأربعة متساوية نعم أو لا؟ وزواياه الأربعة قائمة نعم أو لا؟ إذا ما هو اسم الشكل A؟ ما هو اسم الشكل B؟ ننتقل إلى التمرين الثاني. أستعمل الأنسوخ أو القالب وأحدد رقم الجزء الناقص لتكوين القرص. هذا القرص به جزء ناقص، إذن أي من هذه الأجزاء هو الجزء المناسب لإكمال هذا القرص؟ ننتقل إلى التمرين الثالث. أستعمل القالب المناسب وأحدد كل مربع وضف في إنشاء الترصيف وألونه. إذا هذا الترصيف الموجود هنا، نختار من هذه المربعات التي استعملناها فقط في هذا الترصيف. إذا سنختار مربعين. من من هذه المربعات الذي يمثل لي المربع الأصفر؟ ألونه بالأصفر. والذي يمثل لي المربع الوردي ألونه بالوردي أو الأحمر. ننتقل إلى التمرين الموالي. أستعمل المسطرة المدرجة والمزواة لأحدد كل مستطيل وألونه. إذن من بين هذه الأشكال نختار فقط المستطيلات ونلونها. التمرين الثاني. أستعمل المسطرة والمزواة وأكمل كل شكل إن أمكن للحصول على مربع أو مستطيل. قوموا بإنجاز هذه التمارين على كراستكم، وسنقوم بتصحيحها الحصة المقبلة إن شاء الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.